مرحبا. اليوم بدنا نتناول من خلال هذا الفيديو مجموعة من الشؤون التربوية بشكل عام، ونبتدي أول إشي ما هي أفضل قواعد التدريس. أفضل قواعد التدريس هي الخطوات التدرج والتخطيط والتنفيذ والتقويم. التدرج يعني أنا بأخذ المعلومة من السهل وأمشي مع الطلاب إلى أن أصل إلى المرحلة الصعبة، أو من الإمكان أنه أنا أبتدي القصة بالعموم وأنزل بالتدريج إلى الأهداف اللي أنا بدي أوصلها مع الطلاب. التخطيط معروف أنه أنا كيف راح أخطط الدرس، كيف راح أوزع فترة الحصة الدراسية. أما بالنسبة للتنفيذ فهو التنفيذ الفعلي لما تم تخطيطه، والتقويم اللي احنا سابقا تحدثنا عنه في الفيديوهات السابقة، واللي بدنا كذلك راح نتحدث على أنواع جديدة من أنواع التقويم. أفضل مهارات التدريس، الخطوات اللي أنا لازم أمشي عليها، هو أنه أنا لازم أمشي أنه أنا أولا أربط المعلومة الجديدة مع المعلومة السابقة، هذه واحد. اثنين، أهيئ موضوع الدرس بأن أكتب العنوان وأكتب أهداف الدرس. ثلاثة، وهي جدا مهمة، وهو أنه لو أمكن أنه أنا بستخدم معاها شوية أمور إيضاحية، مثلا لوحة علمية، ضيف بيجي يشرح نوع معين أو معلومة معينة، أي وسيلة من وسائل اللي من الممكن أنها تكون إيضاحية للطلاب. كل هاي الأمور بتساعد مع بعضها البعض في سبيل أنك تكون كأفضل مهارة في التدريس المباشر. إذن تهيئة الطالب، ربط المعلومات، ربط السؤال مع الحياة الطبيعية، كتابة أهداف الدرس ومن ثم عنوانه، واستخدام اللوحات أو الزائر لإيضاح أهداف الدرس. الخلاصة أن المعلم هو اللي بيرسل المعلومة، والطالب يلتقط هذه المعلومة من خلال الثلاث وسائل اللي هي وسائل العين والأذن وكذلك اللمس. ننتقل على اللي بعدها، ما هو التعليم اللي اسمه حل المشكلات والاستقصاء؟ حل المشكلة بمعنى انه انا لازم اول اشي بحدد شو هي المشكلة اللي انا امامي، تمام، وبعدين انا بقوم بعمل خريطة لحل هذه المشكلة بيسموه نموذج، وبعدين المفروض انه انا اصل الى حلول وانا مش متأكد من دقتها، تمام، وبعدين انا بحاول انه انا اتأكد من دقة الحل تبعي، وبعدين انه انا بصل الى النتائج النهائية، ومن ثم تجي مرحلة النقاش، نقاش الطلاب مع بعضهم البعض داخل المجموعة الواحدة، أو نقاشهم مع المعلم. تمام؟ إذا هذه الأمور أمور مهمة جدا وهامة. حل المشكلات إلها خطوات، لازم أولا أحدد المشكلة، وبعدين أنتقل إلى عمل خريطة لحل هذه المشكلة، والمفروض أصل إلى حلول أنا مش متأكد من دقتها، ثم بعد هذا أجي أتأكد من دقتها، ثم أصل إلى النتيجة النهائية، وأحاول أن أتناقش أو أفتح بها باب النقاش، سواء كان الطلاب مع بعضهم البعض أو الطلاب مع المعلمين. شو معنى كلمة التعلم التعاون؟ التعاوني بمعنى أنه أنا أسوي جروبات للطلاب، أنا بخطط وبضع المشكلة وكيف حينفذون، وهم بدورهم هم بينفذوا. يعني اللي بيخطط وبيضع الهدف هو أنا كمعلم، والطالب مهمته أنه إيش؟ أنه يتناقش وينفذ. الخطوات هي عمل المجموعات، عرض المشكلة، توزيع الأدوار داخل المجموعة، ومن ثم الخروج لمقترحات لحل المشكلة. هذا بيسموه التعلم التعاون. طيب شو هي أفضل طريقة للتعلم النشط اللي هو حاليا موجود في العالم وهو المعتمد حقيقة؟ أول شيء لازم أنا بوفر قواعد أساسية للتعلم النشط. مثال، لازم بوفر النت، بوفر جهاز عرض، بوفر السمارت بورد اللوحة الذكي، بعمل على طلب من الطلاب انهم يتعبوا على مشكلة مش موجودة على النت بشكل مباشر. يعني مثلا المرض الفلاني، اكيد الطالب راح يروح على جوجل يكتب الاسم المرض، بيطلع المعلومات من النت وبيطبعها وبيجيبها. لا، اذا احنا ما حققنا الهدف، لازم انا بجيب شغلة معينة متعلقة بهذا المرض، تمام، وهذا الشغلة المعينة المتعلقة بهذا المرض
بخلي الطالب يدور ويفاضل ما بين 4 5 أنواع من الأمراض حتى يصل إلى النتيجة النهائية. هذا بالنسبة لبحث النفس. أما بالنسبة للمتطلبات للتعلم النشط، أكيد هي الوسائل التكنولوجية حكينا عنها، المناظرة بين الطلاب وهذه جدا مهمة، خاصة لما تكون المعلومات متضاربة، يعني مجموعات قاعدة جلست مع بعضها البعض وما توصلت إلى نتيجة أو توصلت إلى نتائج متضاربة، فلما بيتواجهوا مع بعضهم البعض في المعلومات بتكون الصدمة، وبيعمل حالة من حالات التعلم النشط. تمام؟ ما هو التقويم التشخيصي؟ معنى كلمة تقويم اللي احنا أخذناه هو إنك أنت بتقيم هذه الحاجة، يعني بتشوفها إلها قيمة ولا ملهاش قيمة هذا الشيء. تمام؟ وتناولنا احنا في الدروس الماضية. لكن التشخيصي بمعنى انك انت بيكون امام حلين، اما ان يكون تشخيص لمعلومات سابقه انت بحاجه لها خلال هذا الدرس، او بتقوم نهايه الدرس او نهايه الفصل او نهايه السنه. فالتشخيصي له هذول النوعان، نوع ان يكون لمعلومات سابقه، ونوع بعد انتهاء الدرس وبعد انتهاء الفصل الدراسي بدهم يقدموا هذا الامتحان التشخيصي. تمام؟ ننتقل إلى المعلومة الأخرى، وهو لو أنا بدي أعمل قائمة يسموها قائمة رصد بعيدا عن التربية والتعليم، أنا بدي أعملها، فأنا بقترح عليك هذه النقاط. لاحظ أمامك أنه هي هو قدامك، هل هو الشخص الطالب ماشي، هل حدد المشكلة نعم أم لا، هل يمتلك الروح الإيجابية في التعامل ولا هو من النوع الخامل اللي ملوش علاقة بالشغل، هل استطاع أن يحدد المعطيات؟ يعني أنا أعطيته رأس المشكلة، هل استطاع أن يشخص المشكلة ومن ثم يعطي معطيات هذه المشكلة؟ تحديد المشكلة بدقة، لأنه إحنا عندنا في مشكلة كبيرة وفي مشاكل صغيرة تتجمع مع بعض البعض لإنتاج المشكلة الكبيرة اللي أنت كمعلم لازم تعرضها على الطالب، هل استطاعوا أن يحدد هذا الطالب أو هذه المجموعة المشكلة بدقة؟ طريقة جمع البيانات، وضع الخطة للحل، التنفيذ، التحقق من الحل، واختبار الفرضية. كل هذه الخطوات اللي احنا حكينا عنها، تمام، هي الخطوات اللي احنا ذكرناها، تمام، لما احنا بنحكي عن موضوع اللي بنسميه تجربة الفرضية. تمام؟ فبالتالي هذا انا بقترحه عليك، هذا النموذج اللي امامك هو اللي انا بقترحه عليك كنموذج فعال من الممكن انه يساهم معك او يساعدك على عمل قوائم رصد خاصة للمجموعات أو للطلاب. من أفضل سلالم التقدير هو التقدير العدلي، يعني أنا بخلي لكل فقرة معينة علامة، لكن التقدير اللفظي فيه مشكلة، وهو اعتمادك على مصطلحات مثلا دائما، غالبا، أحيانا. هذا النوع من أنواع المعايير يفيد للشغلات الوجدانية، مثلا هل هذا الطالب صادق؟ ما بقدر أنا أعطي عليه علامة، لكن أقول غالبا هو صادق. هل هذا الطالب ذكي؟ ما بقدر أعطي عليه خجرة أو خمسة، أنا معلم، أنا مش تخصص علم نفس، فبعطيه غالبا ما يكون هو ذكي. تمام؟ فهذه المعايير اللفظية هي معايير للأمور اللي من الممكن إنها بتخدم للشغلات اللي هي ليست خاضعة للعدد. لكن الشغلات الخاضعة للعدد مثلا، هل يستطيع أن يعرف؟ نعم. هل استطاع أن يشخص؟ نعم. فبعطي أنا إيش علامات عليه. سجل وصف التعلم، هذا هو سجل المقترح أمامك ماشي، يعني أنا بوصف كيف استطاع الطالب أن يتعلم. فلاحظ أنا أفضل أن، هل يعني الطالب بيكتب يقول لك أنا أفضل أنه كذا، أن أتعلم بالطريقة الفلانية، والمعلم يقول أنا أفضل أن الطالب الفلاني أن يقرأ بهذه الطريقة. أعتقد أن لو أتيحت لي الفرصة، ولاحظ هذه الأمور بتساعد مجموعة الإحساس اللي هي العين والأذن واللمس على التعامل مع الموقف التعليمي، وبالتالي باستطاعته إنه إيش؟ إنه بينتج موقف تعليمي مميز، أو إحنا ما سميناه باسم التعليم النشط. هذا مقترح لسجل وصف التعلم. طبعا بإمكانك أن تأخذ جزء من المعايير وتترك الباقي، أو تأخذ جميع المعايير وتتعامل معها. ما أفضل بطاقة نموذجية للتدريس؟ هذه البطاقة اللي قدامك هي المقترحة. لكل طالب أنا بخصص له صف وشعبة واسم
أكيد وتاريخي. لما بدي أعمل نشاط أو التعليم المعتمد على النشاط، بضع الهدف من النشاط والعمل الذي قام به الطالب. يعني الطالب هو اللي بيكتب، أنت كمعلم اللي فوق هذا كله أنت ما بتكتب، أنت تكتب ملاحظاتك فقط. لكن أنا بسلم هذه البطاقة أو بطلب من الطلاب أنه برس بكتب على اللوح مثل هذه البطاقة، بقول لهم افتحوا دفاتركم اعملوا زي هذه البطاقة، املوها واعطوني اياها الاوراق. تمام. الهدف من النشاط يكون معرف من قبل المعلم، العمل الذي قمت به الطالب يذكر شو هو الاعمال اللي هو قام فيها، تعلمت من النشاط يذكر الشيء اللي هو تعلمه. هل يعني هل هذا النشاط استطاع ان يحسن في مهارة معينة ولا هو مجرد معلومات علمية؟ وملاحظاتي اذا حب انه هو الطالب ان يذكر. هون انت كمعلم تذكر كل ملاحظاتك وشغلات اللي انت بحاجة إلى أن تذكرها عن هذا الطالب، وهذا يعتبر من أفضل بطاقات التدريس على الإطلاق، لأنه معتمد على فكرة التفعيل التكويني، فكرة التفعيل النموذجي، التعليم النشط، المعتمد على الأداء، المعايير كاملة راح تكون واضحة في هذه البطاقة البسيطة، فبإمكانك أنك أنت كمعلم أنك تعملها. لما أنا بدي كمعلم تجيني أسئلة في بعض الأحيان من زملاء، لأنه يقول لك كيف لي كمعلم أن أحدد خطوات التدريس والتقويم؟ أنا مشان أحدد خطوات التدريس والتقويم لازم أعتمد على الخريطة التالية. هي خريطة التالية، هذا الخريطة شو بتحكي؟ لازم أولا أن أدرس، ثم أقيم ما تم تدريسه، ثم أتخذ القرار. إما أن أرجع أدرس مرة ثانية إذا كان في مشكلة، إذا ما حققت الهدف من التدريس، أو أن يتم أن يراجع ما تم دراسته سابقا وينهي الدرس ويبتدي درس جديد. هذه هي خطوات التدريس المعتمدة: يدرس، يقيم، يتخذ القرار، ومن ثم يراجع إذا كانت الأمور إيش ماشية بالاتجاه الصحيح ويبتدي بعد ذلك درس جديد. كيف أقوم بعملية التدريس كنقطة أولى؟ هذه النقطة كيف أنا بقوم فيها؟ مثل ما شرحنا بالفيديو، في بداية الفيديو يجب أن أكون أنا رابط ما بين التخطيط والتقويم والتنفيذ. هذول الأساسيات اللي أنا لازم أكون رابط بينهم. لازم أنا أخطط الدرس، ثم أنفذ الدرس بناء على التخطيط، ثم أنا أقوم الدرس. كيف أقوم بعمل تقويم؟ ماشي، كيف أقيم مستوى طالب؟ الخطة العامة إما أن يكون أنا حققت النتاجات المطلوبة من عندي، الأهداف، أهداف الدرس، وإما أنه أنا برجع على متطلبات سابقة. إذا كان الكلام على متطلبات حالية، يعني درس اليوم مثلا عن النبات، أبي أنا أتأكد هل أنا حققت ولا ما حققت. إذا حققت إذا أنا بضع الطالب تحت الامتحان المباشر، وإذا ما حققت لازم أعيد الدرس وأتابع تنفيذ الخطة. أما لو كان الكلام على تقييم مستوى لسنوات ماضية أنت بحاجة إليها خلال هذه السنة التدريسية، فإما أنك أنت إذا كان المتطلبات موجودة تتابع التدريس، وإذا كانت المتطلبات غير موجودة فلا بد أنك أنت تعطيها للطلاب مشان أنه إيش؟ مشان أنه يتواكبوا معك ويستمروا في عملية التعلم. إذا أنا مشان أنا أقوم مستوى طالب، إما الكلام يكون على معلومات خلال هذه السنة اللي أنا بدرسها، وإما على معلومات سابقة أنا بحاجة لها. إذا على السنة اللي أنا بدرسها، إذا كان نعم بستمر، وإذا كان لا فلازم إيش؟ لازم أسوي خطة، وهذه الخطة أعتمد عليها على إنه أفهمه من المعلومات. أما لو كان الكلام على معلومات سابقة فإذا كانت متوفرة أستمر، وإذا كانت مش متوفرة لازم أنا أجهز فيها الطلاب عشان هم يكملوا معي. تمام؟ هذا الجزء الأول من الفيديو، إن شاء الله راح نكمل في الفيديو القادم. السلام عليكم.